السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير ديزاد. الاعلام الجزائري يهاجم ابو تريكه بسبب يعني غضبه من الزوج تاعهم، الزوج اللي متزوج به الشيكور تاعهم. الاعلام الجزائري ما بغاش كيف يهضر ويقول لك منو عم يكرهوا ابو تريكه. صايك بعد ما نعقلوا مليح، يعني ملي جاء ابو تريكه هنايا قال لهم تكلم على فلسطين، قال لك ابو تريكه يقيم زلزال في البلاطو وقيلا ولا ما عرفتش انا. اليوم ابو تريكه رجع يعني عادل. صايك ابو تريكه صايك لو ما واه بلي عادل. صايك صايك ابو تريكه خاطش عليه هاجم منهم الزوج تاعهم، راجلهم هاجم منهم الراجل تاعهم. خاطش علاه تكلم الحقيقه ابو تريكه، تكلم الحقيقه مدرب. الناس هي فايقه، الناس كاين شويه، الناس هي شاده شويه فرانات برك، الناس هي فايقه بلي هذا المدرب ما طورش المنتخب الوطني. لكن الاعلام الجزائري يعني وين عنده نظره واحده اخرى من الاعلام الجزائري، ماشي كيفاش نقول لكم بلي راه يخمم على المنتخب الوطني. لا، كاين اعلاميين وكاين نقاد راهم يبانوا مدخلين يدهم في الشكاره، مدخلين يدهم في الشكاره. انا نقول لكم انتم هادو ما بيهم لا جزائر. يقول لك تبغي المنتخب الوطني، تبغي الاعلام، قلت لك هاك اياك الاعلام، ماك ادي الاعلام هو يدي الشكاره. هذا مكان تبغى بحاسبي بلي ولا هذا الدجاج، هذا الدانج، هذا اللي راه في اليوتيوب، هذاك هذا كيما ذوك الخنازير غوز خنز لي غوز لي غوز خنازير الغوز اللي ذوك اللي ربوهم الخنازير، ذوك اللي ربوهم. نتوما راكم حاسبين بلي يخمم لك كيما ذاك مخنث، كيما ذاك بو كلبه يخمم لك على الجزائر، ولا مدرب به مدرب، ولا منتخب وطني، ولا به الاعلام، ولا به ناشئ قساما، ولا به قسما بالله ما على بالنا نقول لكم عليهم. والله ما على باله، ما قال لك اللي ما قال لك اللي قلبو حار برك من المسكين اللي مدمور على راسه، رايح ديرك يهضر واش كاين ويهضر. هذاك بكال، هذو منافقين، هذو كاع منافقين. هذو الناس هذو يتعرفوا منافقين، كانوا يدعموا في كانوا يدعموا في ناس يعني عصابه باش يجي رئيس اتحاديه يدعموا فيها. سي محمد جايين مع جايين مع عصابه اللي هردت كرة القدم الجزائرية، عصابة يعني بمعنى الكلمة، هردت المنتخب الوطني وهردت كرة القدم الجزائرية. هذوما ما خلاو تاع يوم بعد يجي تلقى صادي من الناس، صادي يهدر لك في صادي يهدر لك، ولي يتكلم الحقيقة يهاجموه. خاطش كان هما العصابة جماعة سيدي موسى ربات كلاب يعني شرسة بمعنى الكلمة. تهدر تقول الماتش ما يتعاودش، تقول بالماضي، تجبد على زاتشي، تجبد على ايغيل، تجبد منا. يا ودي نقول لك كلمة، يا ودي غير قارع بصح ما كاش. هادو ينبحوا برك، هادو كما واحد الخطرة واحد الشاعر كان 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 كان, كان يقول في أبيات شعرية، شاف هذيك خالدة تومي، مين شاف خالدة تومي تقود من راسه وقال لهم كيما قال لهم كلبة عندنا كلبة كبيرة في حوشنا تنبح بصح ما طعش، فاقت بروحها. ميكمل الحفل عيطت له قالت له علاه من كنت، قال لها انت كلبه ولا؟ قال انا غير قلت انت كلبه، انا قلت انا هدرتي كلبه. يقول لها قال انت كلبه، انا قلت انا. قالت له لا شتك من يا ودي. قالت له غير شيخ حميده عايش في اسبانيا اللي يطول في عمره، الله يشافيه شيخ حميده. هذو هما تتقارع انت لما ما يتقارع انت اسمعوا شو شاهدوا اسمعوا. نشر يعني او في كلامه وفي تحليله عبر البيين لام المدرب جمال بلماضي، وقال ابو تريكه ان في تحليل المباراه ان محرز ظل واقفا طيله المباراه، لكن بلماضي ابقى على نجمه رغم الاداء السيء الذي قدمه. وقال أبو تريكة لو سألتموني عن مباراة اليوم أقول لكم أن محرز كان لابد أن يستبدل، بصراحة هو بحاجة إلى قرصة أذن. قرصة أذن يعني بأن أبو تريكة يعتقد، وهذا ربما قرأناه اليوم كثيرا،
ان محرز مدلل عند جمال بالماضي ولم يستبدل ولي شي يكون مدلل تاعك شكون مدلل امس هذه طبعا وجهه نظر لانه في النهايه او قولوا صح او قولوا شواكره كاين شواكره في ليكيب ناسيونال في راي محمد ابو تريكه اللي يعرف البالون ايضا يعني ليس غريبا عن كره القدم نجم الكره المصريه والعربيه والافريقيه يقول ابو تريكه بان رياض محرز بحاجه الى قرصه اذن يا ودي احنا خاصنا قرصه اذن للمدرب كومبلي احنا خاصنا قرصه اذن المدرب كومبلي شكون هذا شكون هذه شكون توما شكون يا قولوا لنا انتوما شكون توما والله لا بصح انتوما شكون هاو قولوا لنا انتوما شكون والله لا بصح غير قولوا لنا وما مين خرجتوا انتوما وين كرة القدم مين دخلتكم وين تعرفوها والله لا بصح حنا مشانا نقول لكم طردوا جمال بالماضي ولا عايروا جمال انتقاد البناء كاين سبحان الله الانتقاد البناء لازم يكون هذه اللي نقولوها حنايا انتقاد بناء احنا مالاش نقولوا بلي يقولوا الحقيقه برك الجمهور هذا مك اغلب منكم اللعاب في المستوى العالي وتكون على يد يعني التكوين تاع لعاب عاب يعني من مدربين خاصة جيل التسعينيات الله يعني وين نقولوا كاينو دور وين الناس ويكونوا لاعبين وين يدرب حاليا في نوادي واكاديميات محترمة تطلون علينا العديد المرات عبر قنوات التلفزيونية ولا مرة جربتم يعني ولا تجرأتم على قول الحقيقة للجمهور الرياضي لماذا لا تنتقدوا المدرب والمنظومة الرياضية تحدث عن الفترة الحالية والفترة السابقة الحمد لله لست من النوع الذين يواجه يعني الحمد لله يا ربي ما جيتش مزية هدرتكم انتم ما تأثرش علينا الهدرة تاعكم ما تأثرش علينا خرج عليه التقديس يعني موجة يعني وين نقولها لكم يعني ماشي نقول لكم يا ودي هذيك الهضره اللي تهضروها لا ما نتيروش على سياره الاسعاف لكن انتوما اغلبيتكم ركبتم موجه التطبيل والتقديس لارضاء يعني مدرب والقاطيع يعني القاطيع تاع اليوتيوب هذاك الداد هذاك هذه لا نطلب منكم تهجم على المدرب والقيام بحمله ضده بل نطلب منكم انتقاد بناء على لعل وعسى يأخذ أن هذا المدرب مسؤولية رياضية عامة والكرة خاصة بعين الاعتبار لتصحيح أخطائه ونطلب منكم أيضا التحدث بكل شفافية وموضوعية عن الأخطاء الفنية والتكتيكية للمنتخب الوطني لهذا المدرب يعني في مباراة التي يخوضها يعني في مباريات التي يخوضها في كأس إفريقيا مثلكم يعني مثلا يتكلم وينتقد لاعبين سابقين ومدربين وإعلاميين في مصر وتونس والمغرب مدربين منتخباتهم بكل حرية لتنوير الجمهور الرياضي والرأي العام يعني شفنا الإعلاميين شفنا هارة تاع تونس يا ودي قال لك لونترينر قال لك ماشي اللعابة لونترينر ما عادش يوظف تاع مصر قال لك لونتير تاع المغرب ها يغلط تاع المغرب ها يغلط ها هذيك راك يغلط تشوفوا العجب انتقاد كي داير ها يغلط تقديس مسي تقد مسي او انتم ماشي كما بيشكموا معكم ولا يا ليك او انتم ربي خلقكم يعني داركم في دار فيكم صفات تاع الرجال تاع الرجاله بصح عقليه تاع انسه فكر تاع مراه غير باش تتزوج كي تهضر معاها منها تقعد تقرد فيه كي باش تتزوج نتوما صايبين كيما هكا كل واحد يقرد على طرف هذه هي هذا الغريقة يا اخي الاوف شاد يا اخي هذا المدرب حاس بيدو كبير ما كان والو مسكين على واحد خطا قال لهم من نوم يا ودي هو راه يشب دروكا وماكم لي زابريكا فاقوا بها يتكسر لي يعني مركب وتخرجوا الناس يقول لك وين راهم الفلاسفه يا ودي تربحها ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد ومشي ابوني معنا
وربي يحفظكم.